لا يعلقون، لا يتفاعلون، ولا يضغطون زر الإعجاب أبداً على مواقع التواصل. إذا كنت من هؤلاء المستخدمين، لدي تحذير صحي لك، فأرجوك اسمعني. دراسة جديدة تقول إن التلصص على مواقع التواصل قد يكون علامة على الإصابة بأزمة نفسية. الدراسة أجرتها جامعة صينية تقول إن عدم وضع زر الإعجاب أو عدم التفاعل مع الناس على الإطلاق مرتبط باضطراب القلق الاجتماعي، والمستخدم السلبي أقل تحملاً للمواقف غير المألوفة مقارنة بهؤلاء الذين يتفاعلون كثيراً. ناقش الدراسة والتفاعل على السوشيال ميديا مع الأستاذة إيمان حسن، مدربة الحياة والوعي، يعني صراحة متلصصي السوشيال ميديا اللي أطلقت عليهم هذه الدراسة، يقولوا أنه يكون عندهم خوف أكبر من غيرهم عند المواقف غير المألوفة. لماذا برأيك؟ أول شيء الدراسة أعتقد شوي بالغت بأنها سمت كل حدا ما بيتفاعل على السوشيال ميديا من المتلصصين أو المتابعين السلبيين، لأنه الإنسان بيتصرف على السوشيال ميديا بالضبط مثل ما بيتصرف بالحياة الاجتماعية. ونحن بنعرف في ناس انتروفيرت بيكون تواصلهم وتفاعلهم داخلي، يعني هو عم يطلع على السوشيال ميديا علق وأعجب وعمل كومنت داخلياً وما أنه منتبه ومدرك أنه هو ما أظهر هذا الشيء أو وصله للآخرين، وما في شيء غلط في هالموضوع، هي طبيعته وأسلوبه في التواصل. الحقيقة هي شريحة صغيرة يلي منهن الناس الانتروفيرت، واللي يعني عم بيقارنوا أنفسهم، عم بيتابعوا ليقارنوا بدون ما يكون في عندهم وعي على الشيء اللي هن عم يعملوه. ماذا عن تقدير الذات؟ لأنه الدراسة برضو بتقول أنه الناس اللي ما بيتفاعلوا عندهم انخفاض في تقدير الذات. هل يجب أننا نستمد مثلا تقديرنا لنفسنا من خلال السوشيال ميديا؟ هي اللي عم بيصير انه اذا كنت انا عم بستخدم السوشيال ميديا لحتى اجمع معلومات كيف انا اكون كشخص لحتى ارفع تقدير ذاتي، فانا عم ورط نفسي اكثر. بالضبط، فالقصة انه تقدير الذات هو رحلة مختلفة، هو رحلة داخلية، وهدول الاشخاص محتاجين ينتبهوا الى الرحلة الداخلية ويوجهوها بالطريق الصحيح. يعني البعض يتابع بصمت لمعرفة اخر الاخبار التحديثات، وحقيقة انا منهم، يعني انا لا اتفاعل كثيرا. طب هل هذا الضعف في التفاعل او قلة التفاعل بيضعف العلاقات الاجتماعية؟ هو الشخص يلي ما بيتفاعل على السوشيال ميديا نفسه اللي ما بيتفاعل في المجتمع، بس مثل ما قلنا هو ما في شيء غلط عنده، هو بيرتاح بعلاقته مع نفسه، بيرتاح مع المجتمع الصغير، صديق صديقين مع بعض. الشخص الآخر يلي بيرتاح بالانفتاح الاجتماعي هو شخص اجتماعي وبيبين انه سعيد ومرتاح، ولكن ايضا له متاعبه بسبب سرعته في التواصل، يمكن يتسرع في الاختيارات، يمكن يتسرع انه يتعرض للهجوم الاجتماعي لانه ما بيكون حذر وواعي وبيحلل مثل الشخص يلي بيفضل المجتمع الضيق والصغير.